جوج. انا غادي ننتظروا ردات فعل فريق الجيش الملكي بعد هذا الهدف. الكره في الوسط لزكريا فاتي كيما راه في الجهه اليسرى عند محمد الخروي. محمد الخروي كينتظر في المسانده نتاع قادر عمر الجيراري. الجيراري مراوغه دائما فرصه لبدن فريق الجيش الملكي ولكن تدخل وابعاد الخطوره. دخول يوسف ريبوري مره اخرى محمد الخروي عمر الجيراري. خمس دقائق الان الاخيره من هذه الجوله الاولى وقتها قصدي. اعتقد انه الجيش الملكي غادي يلعب بكل اوراق ديالو الهجوميه من اجل العوده في النتيجه في الوقت اللي فتح الرباطي. اعتقد انه غادي يحاول استغلال المرتدات الهجوميه. مهدي قرناص هو شاط لعيبه الجيش الملكي. عمر الجيراري لاحظوا الخط المهبي خاص بالتسلل في الوقت اللي تبرعت الكره. بلوف الزهولي نحو لاعب رضا الجوش في الوقت اللي نوفل الزهولي مره اخرى.